رمضان أقبل بعد طول غيابي، ففرحت فيه مهنئا أحبابي. خير الشهور به النفوس تعلقت واستسلمت للخالق الوهابي. بك ليلة القدر التي نزلت بها آيات تذكرة لذي الألباب. يا صائما للشهر محتسبا له بشراك مغفرة بغير حساب، بشراك مغفرة بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مقشر رائع جدا للبشرة والجسم، يتماشى مع جميع أنواع البشرة، وستلاحظين الفرق من أول استعمال. مقشر أمثل لتقشير بشرة وجهك وجسمك، يجعل البشرة ناعمة وذات ملمس كملمس بشرة الأطفال. تقشير الوجه والجسم هو أمر لا بد منه، وأن التقشير يزيل الخلايا الميتة ويعطي بشرتك ملمسا قلت ناعما ونضارة دون تكاليف، من وصفات طبيعية من مطبخك، أي دون تكاليف كبيرة أو غالية. مقشر اليوم يعتمد على جوز الهند. جوز الهند متوفر في معظم مطابخنا، وزيت جوز الهند بديل زيت جوز الهند. هنا نستخدم زبدة الشيا أو زيت الزيتون أو زيت لوز حلو أو أي نوع زيت يناسب نوع بشرتك، ولكن لو توفر عندك زيت جوز الهند المقشر هنا رهيب جدا، فليس هناك أفضل من رائحة جوز الهند وزيت جوز الهند. ونحتاج كذلك لماء الورد قطرات منه فقط، فرائحة الورود جميلة جدا. نجمع هذه المكونات من أجل صنع مقشر لبشرة الوجه والجسم، يمنح جسمك رائحة جميلة جدا، وله فوائد كبيرة لبشرتك، حيث تحافظ الدهون المشبعة الموجودة في زيت جوز الهند على نعومة بشرتك. كما أن زيت جوز الهند غني جدا بالفيتامين سي، ويحتوي على خصائص مضادة للشيخوخة. أن هذا المقشر إذا اعتمدتيه كل أسبوع، طبعا المقشر كل أسبوع، فهو يمنع ظهور التجاعيد على بشرتك. وكذلك زيت الورد له خصائص مضادة، عفوا ماء الورد له خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، هو غني بمضادات الأكسدة التي تساعدك على شد المسام. هذا المقشر رائع جدا. وكذلك طبعا الورد يعتبر كنز من الكنوز للجمال، وكذلك من أجل الحصول على بشرة رائعة ذات رائحة جميلة، فهذا المقشر طريقة عمله هي كالآتي. قلت نأخذ جوز الهند. إذا كان لديك جوز هند من النوع الخشن، يمكن طحنه قليلا للحصول عليه بهذا الشكل. وكذلك قلت زيت جوز الهند وماء الورد. نأخذ جوز الهند 2 ملاعق شاي صغيرة، ضاعف المقادير إذا كنت تستخدمي هذا المقشر لبشرة الوجه والجسم. هذا المقشر كذلك يمكن استخدامه على المناطق الحساسة، رائع جدا ولا يسبب أي حبوب أو التهابات للمنطقة. وبعدها نأخذ زيت جوز الهند، كذلك 2 ملاعق شاي صغيرة من زيت جوز الهند. نخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض. قلت يمكنك مضاعفة المقادير وعمل كمية كبيرة، طبعا صلاحيته تدوم لمدة سنة كاملة.
دون أن يفسد، ولكن يجب حفظه في الثلاجة لأن زيت جوز الهند مع الحرارة يذوب. ثم نضيف قطرات فقط من ماء الورد. طبعا من بشرتها تتحسس من ماء الورد عادي جدا، لأننا نضيف فقط قطرات من ماء الورد لهذا المقشر بهذا الشكل، قطرات فقط تكفينا، ونخلط جيدا المقشر. رائحته جميلة جدا، تخيلي جوز الهند مع ماء الورد. هنا ماء الورد، استخدمي أي نوع متوفر عندك في البيت بهذا الشكل. نخلط جيدا، ونتحصل على هذا المقشر الرائع جدا، قلت للبشرة والجسم والمناطق الحساسة وكل المناطق الداكنة تحت الإبطين. خطوات تطبيق هذا المقشر على الوجه: أولا نقوم بإبعاد الشعر، بإبعاد الشعر بربطه إلى الوراء دائما ووضع غطاء على الرأس. وبعدها نأخذ مثلا إذا كنت في الحمام يمكنك استخدامه أثناء الاستحمام، لا مانع من ذلك، أو نأخذ منشفة مبللة بالماء الدافئ ونضعها على بشرة الوجه لمدة دقيقة أو دقيقتين، وذلك من أجل فتح مسامات الوجه، أو عمل حمام بخار. الطريقة كذلك موجودة في القناة بفيديو القهوة. وبعدها نقوم بعد فتح المسامات لدقيقة أو دقيقتين، نقوم بغسل الوجه بغسول وجه خاص بك. غير متوفر عندك غسول وجه في البيت، قناتي بها غسول للوجه مجرب من قبل الكثيرات من مشتركات قناتي، والحمد لله نال إعجابهم، وهو غسول بشامبو الأطفال مناسب لجميع أنواع البشرة لجعل بشرتك أكثر نظافة قبل عملية التقشير. أولا يجب عمل اختبار بسيط، نقوم بعمل اختبار بسيط على البشرة من أجل التحقق من عدم وجود رد فعل تحسسي على بشرتك من هذا المقشر لأنك تستخدمينه ولأول مرة. نضع المقشر على منطقة من الوجه مثلا الذقن أو هنا على الرقبة جانب الوجه، ننتظر بعد التقشير، ننتظر لمدة 5 دقائق. إذا تم الشعور بحرقان في هذه المنطقة أو أي وخز يغسل مباشرة بماء بارد ولا تستمر بعمل هذا المقشر. إذا لم تتحسسي من هذا المقشر يمكنك اعتماده، يجب عمل اختبار تحسس بأي منتج جديد على بشرتك. وبعدها نقوم بتوزيع المقشر خصوصا على منطقة الذقن والأنف، أماكن تواجد الرؤوس السوداء، وعلى الجبين كذلك. وبعدها نستخدم الإصبعين ونقوم بعمل حركات دائرية لتقشير البشرة وبشكل لطيف على بشرتك. يجب أن تكوني لطيفة على البشرة. هنا حبيبات الجوز الهند تقوم بتقشير البشرة جيدا حتى تزال كل الخلايا الميتة بهذا الشكل بحركات دائرية، ونركز على الأنف أماكن تواجد الرؤوس السوداء، ونستمر على التقشير. لحوالي 5 دقائق. وبعدها نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر ثم الماء البارد لغلق المسامات
ولا حاجة أبدا لترطيب بشرتك بعد هذا المقشر، لأنه غني جدا بالمرطب وهو زيت جوز الهند. طبعا إذا كنت ستخرجين بعد استخدام هذا المقشر، قلت لا نرطب البشرة، ولكن يجب عليك عمل أو وضع واقي شمس لبشرتك في حالة الخروج للحفاظ على نعومة بشرتك وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. هذا المقشر قلت هو صالح لجميع أنواع البشرة، وكذلك هو آمن للمرضعات والحوامل والبنات الصغار من عمر 10 سنوات فما فوق. يمكنهم استخدام هذا المقشر إذا كانت هنالك رؤوس سوداء على الأنف وحتى منطقة الذقن، ويمكن كذلك استخدام هذا المقشر على الساقين إذا كانت هنالك حبوبة حمراء أو شعر تحت الجلد. ممتاز جدا هذا المقشر لحل هذه المشكلة. هذا المقشر فوائده كثيرة، فهو يصلح عيوب البشرة، يخلص من البقع الداكنة قلت أو الحمراء والعلامات التي تظهر كذلك على البشرة بعد الشفاء من الطفح الجلدي، وكذلك يخلص من الرؤوس السوداء والبيضاء والناتجة عن انسداد المسامات التي تنتشر على الأنف والذقن والجبين. كذلك هو يزيل التصبغات والبقع الداكنة في كل مناطق الجسم، حتى الإبطين، الركب، الكوعين، المناطق الحساسة، الأرداف، كذلك والناتجة عن الحمل أو تغيرات بالهرمونات. فهذا المقشر يعمل على كسر الخلايا المكسبة للألوان الداكنة بالجسم. كذلك هو علاج ممتاز لصاحبات البشرة الجافة والتي تظهر عليها قشور خاصة في هذا الفصل. كذلك هو يخلص من الشيخوخة وعلامات التقدم في السن والتجاعيد بالاستخدام المنتظم. كذلك هو ينشط الدورة الدموية في بشرة الوجه ويكسبك خدودا وردية، وكذلك يمكن عمله على الشفاه لتقشير الشفاه وإزالة القشور. صلاحية هذا المقشر ذكرت أنها تدوم لمدة سنة كاملة. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.